الأخبار بالتأكيد. يعني اليوم كانت إيطاليا كثالث أكبر اقتصاد بأوروبا نقطة جدا مهمة، فاليوم إذا كان صار في مشاكل سياسية لو تطورت، يعني كان في خوف مؤخرا قصد موقف برلسكوني بس بعدين نرجع يعني تضبط الأمور، ومثل ما قلتي صار في ثقة اليوم، طبعا هذا يطمئن السوق. ولكن هون يمكن في شغلة ضروري نشير لها، أنه يعني العائد على السندات الإيطالية حتى لما كان في تخوف نوعا ما ما كان لم كتير ترتفع عالي. بشكل كبير، فاليوم كان يمكن في توقعات أنه الأمور تنحل. وعم نشوفها كمان حتى بأمريكا، يعني الغريب اليوم المشاكل السياسية اللي عم نشوفها اللي كانت تحدث صدمات للأسواق، اليوم نوعا ما السوق عم بيستوعبها لأنه صار في نوع، مشغلين بأمريكا يمكن وحتى أكثر. في نوع من الثقة من البنوك المركزية العالمية أنه سوف تتدخل في حال صار أي مشكلة. يعني طيب نرجع نتحدث، طبعا إيطاليا حجمها هلا في ظل ما يحدث في العالم ربما أقل تأثيره. اليورو لمتى ممكن يضل في رغبة للشراء عليه؟ وإحنا بنعرف أنه كان في حذر، وما تزال المنطقة الأوروبية يجب أن تتخذ حذر تجاه أي حراك. أحكينا شوي عن العملات، لمتى ممكن الحالة الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية تبعدنا عن الدولار وحذر تجاهه؟ لمتى ممكن نضل نشتري ذهب ين العملات ذات العائد يعني على الأقل، أو الملاذات الآمنة؟ انا خلينا نبلش يمكن من ناحيه اليورو. نحن ذكرناها بمقابله يمكن من شهرين، قلنا على الارجح منطقه اليورو تكون يمكن الوايلد كارد، بما انه كان في نوعا ما تشاؤم انه الاقتصادات الاوروبيه لا تتحرك بشكل جيد، يعني كان مسميها نحن بيزمزم، كان في تشاؤم جدا كبير. فاليوم اي اخبار جيده، وكانت عم تصدر نوعا ما مؤخرا اخبار جيدة، ان كان من انجلترا ولا ان كان من عدد من البلاد بمنطقه اليورو، فهيدا نوعا ما غير هاي النظره وقال اوكي والله ممكن يكون نحن في تشاؤم زايد عن اللزوم، وادى الى طلب على اليورو. اليوم يمكن كمان السبب الثاني الرئيسي بالنسبه لليورو هو الدولار اللي صار. نحن فعليا اجت مرحله وكان في تخوف انه الفدرالي الامريكي سوف يقلص من عمليات شراء الاصول اليوم وقتها، وهذا ادى الى الدخول بالدولار وبيع اليورو وعدد من العملات الاخيره. وقت اليوم قرر الفدرالي الامريكي عدم يعني بدء تقليص هذه المشتريات، رجعنا شفنا نحن اعاده لانه التريد اللي هي بيع الدولار والدخول بعملات ثانيه رئيسيه مثل اليورو ومثل الباوند. فاللي عم نشوفه نوعا ما يعني طبيعي، ولكن انا لا ارى يعني مجال جدا كبير للصعود باليورو. اعتقد انه وبالنهايه نحن حنشوف عمليه تقليص، فبتصور بالمرحله المقبله على المدى الاشهر القادمه اللي ممكن ان كان بشهر اكتوبر ولا ديسمبر نشوف عمليه تقليص، نرجع نشوف بيع لليورو وشراء بالدولار. طب خليني بس ارجع لمستويات اليوم على اليورو، تقريبا عم نحكي عن دولار 36. اتبع الرسم البياني على 5 سنوات تحركات يورو دولار، اجده كرر المحاوله في جلسه واحده فقط، وكانت تحديدا في شهر نوفمبر من هذا العام. آخر محاولة اليورو على مستوى الدولار 36 كانت الحقيقة في شهر نوفمبر من عام 2011. يعني العودة إلى هاي المستويات إذا تشير إلى أنه اليورو يعود من جديد ليثبت بأنه رغم كل التحديات في المنطقة الأوروبية في رغبة في الشراء عليه. نرجع للنفط، النفط كان عندنا بالأمس تقرير من إدارة الطاقة الأمريكية، توقعنا أنه يبقى على مستوياته على معدل 2,200,000 برميل، لكن فاجأنا بفائض غير متوقع على 5,500,000 برميل. الوجود هذا الاحتياطي أو الفائض الاحتياطي بالنسبة للمخزون أدى إلى تراجع النفط. نتابع مستوياته في عقود الأجل، طبعا بعد ما أغلقنا كل عقود أكتوبر نتابع نوفمبر على 103.57، تستمر العقود بالتراجع لنجدها على مارس وصلت إلى $100.15 للبرميل. تعليقك عادل. أنا يمكن ذكرناها قبل كمان رولا، من ناحية الأرقام طبعا في تأثير يعني، ولكن لا نرى بالإجمال هذه الأرقام إن كان الانفنتوري يعني تؤثر بشكل أو تغير المسار. أنا بتصور يمكن اليوم النفط يتحرك بشكل كبير على الأخبار السياسية والجيوسياسية، وخاصة بمنطقة الشرق الأوسط. شفنا نحن ارتفاع جدا كبير لما صار في تخوف من ضربة عسكرية لسوريا، من بعدها لما يعني زالت نوعا ما هذه المخاوف شفنا تراجع بشكل كبير. أنا بتصور هذه الأرقام ممكن تشكل حركة بسيطة يعني باليومين الجايين، ولكن لا أعتقد أنه ستغير المسار. بتصور عم نشوف نحن بين 100 و115، يمكن لنكسر هذا النطاق بده يكون في سبب جدا أقوى من ذلك.